حلقة جديدة من برنامج تفضل عندنا. النهاردة هنعمل شوربة مشروم بالكمون، وهنعمل كمان كوسة بالجبنة البارميزان، وهنعمل ريش بصوص النعناع. تعالوا نشوف الأول، هنبتدي بالريش. مقادير الريش ايه؟ هتبقى عبارة عن لحمة ريش زي ما انتم شايفينها كده، ونعناع فريش انا مقطعاه صغنن، وجوز الطيب، وخل تفاح، وتوابل منها حبها المطحون، وزبدة، وبصل اخضر، وطماطم متقطعة مكعبات صغننة. اول حاجة ان انا هحط معلقة كده من الزيت، وهنا كمان بعدين هحط الزبدة، وهحط هنا كمان زبدة. ده الصوص اللي انا هعمل بيه صوص النعناع. الاكلة دي من الاكلات الجديدة، وان احنا مش متألفة لينا كتير، وحلوة قوي طعمها، هيعجبكم جدا الطماطم بصوص النعناع ده. اول ما الزبده تسيح خالص بس انا محتاجه النار العاليه قوي في الريش. هبتدي بقى احط النعناع وهقلبه، وهفضل اقلبه عشان بس ايه ما يتحرقش مننا، عشان هو بيتحرق بسهوله، ريحته فظيعة مع الزبدة. ما نكترش قوي نعناع، كل في نكهات كده كل ما تبقى قليلة كل ما تدينا نتيجة احلى. يعني النعناع كتره مش هيخليها طعمه حلو، فهو الكمية اللي هو قد كبشة الايد كده كفاية قوي. نبتدي بقى نتبل الزبدة اللي هنحط فيها الريش، فلفل اسود، بهارات مع حبهان مطحون، وجوزة الطيب. نحط الريش، الزبدة فجأة، اللحمة من الحاجات اللي بتكش شوية بعد ما بنحطها في على النار، فمش هيجري حاجة لما نلزقها كده وهي ايه هتكش لوحدها. اهم حاجة تبقى اول طبقة لمسة الارضية من تحت. كده نبتدي بقى نحط الطماطم. ونقلبها كده كويس. ونتبلها بجوز الطيب عشان ده الصوص اللي هيتحط في الاخر على الريش، والتوابل. عقبال بقى ما الطماطم دي تتسبك كده وتدي اللون الحلو اللي احنا عايزينه، ممكن نعمل الكوسة المشوية بالبارميزان. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هحط الطاسه دي كده على النار، وهحط فيها معلقه كده زيت. مش بحط زبده على طول عشان الزبده
بتتحرق لما بحطها على طول على النار، فالزيت بيمنع انها تتحرق. ولو عايزين تعملوها بزيت بس مفيش مشكله، بس الزبده بتدي طعم كده حلو للحاجه. نبص كده على نقلب كده كلها. بس اسيبها كده كوسه من الحاجات الحلوه جدا لما بتتشوح بالطريقه دي، طعمها بيبقى بجد يجنن. نحط لها التوابل، بودره الثوم، والزعتر، بس وهنسيبه بقى شويه لحد ما يستوي. ايه رايكم بقى نطلع فاصل ونرجع نعمل شوربه المشروم بالكمون ونكمل الحاجات اللي احنا بنعملها دي؟ خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل. الكوسه بصوا خلاص يا دوبك هخرجها وارش عليها الجبنه، والريش لسه بتستوي. هنشوف بقى الشوربه محتاجين ايه من المقادير. محتاجين مشروم فريش زي ما انتم شايفين كده، زعتر وتوم باودر دي تبع الريش، وجزر وخل، وكمان كمون حب اللي هو ده، وزعتر وتوابل وبصل مفروم. اول حاجه هعملها ان انا هحط الزبده عشان تسيح، والجبنه البارميزان هحط شويه هنا كده وشويه ايه وانا جايه احطها في طبق التقديم. يعني ريحتها بجد حلوه جدا جدا، كمان مش حلوه بس، نحط عليها شويه ملح كده. نحط المشروم كده ونسيبه لحد ما يدبل ويتشوح. كده كوسه بالجبنه البارميزان والزعتر والتوابل خلصت. نبتدي بقى نشوف الريش كده اخبارها ايه. المشروم الفريش بيبقى فعلا ليه طعم مختلف تماما عن المشروم المحفوظ، والفريش بيبقى يعني يستحسن ان احنا نحطه في الشوربه في السلطه في الحاجات دي، عشان هو بيبقى اساس الاكله فباين قوي، غير لما بنحطه مع الفراخ والستيك بيبقى هو تاني حاجه بعد اللحمه او الفراخ، لكن في الشوربه هو بيبقى اول حاجه. نبتدي بقى نحط البصل، نخليه كده نسيبهم كده يتبلوا مع بعض. نبتدي نحط الجزر، نحط بقى بودرة الثوم،
مع الكمون. الكمون الحبة انا جايباه عشان هيبان اكتر وهيبقى طعمه حلو، مع التوابل، مع شوية من الزعتر الناشف، وهقلبهم كده مع بعض. وهحطهم تقريبا كوباية مية، انا ما حطيتش مرقه في الشوربه دي عشان كل الحاجات دي بتعمل مرقه، فحاسه ان المرقه ملهاش لازمه، لكن طبعا لو حابين تزودوا مرقه مفيش مشكله. هنسيب الحاجات دي تغلي شويه كده مع بعض، نحط لها بس الخل، خل التفاح، ربع كوبايه خل تفاح. نفتح كده على الشوربه، خلاص هي كده خلصت. نحط لها معلقه من الخل، نحط لها الكريمه اللباني، نسيبها بقى تغلي غلوه واحده ونغرفها. نبص كده على الريش، تمام حلو قوي كده بقى. نجيب بقى الطبق اللي هنغرف فيه. اول حاجه الطماطم بالنعناع هنحطها كده، وهنجيب الريش ونرصها. يعني الريحة مش قادرة اقول لكم عليها عاملة ازاي، لازم تجربوها بالطريقة دي. كده الريش خلصت، ممكن بس نحط لها نعناع كده نزوقها بيه. نبتدي بقى نغرف الشوربه. الشوربه دي مفيده جدا، فيها مشروم وفيها كمون وفيها جزر، فيها زعتر، فيها بصل، فيها حاجه، وفيها كريمه، فيها بجد حاجات حلوة قوي ومفيدة جدا. وفي الشتاء بقى من الحاجات اللي احنا بنحتاج دايما نشرب شوربة في الشتاء كده. تمام، ننظف الطبق قبل ما نقدمه. بما ان في جبنة بارميزان ممكن نحطها عليه. وكده يبقى النهارده عملنا ريش بصوص الطماطم والنعناع، وعملنا كمان كوسه بالجبنه البارميزان والزعتر، وعملنا شوربه بالمشروم والكمون. يا رب الوصفات النهارده تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.